يترك عنا هذا الدين الجديد الذي جاء به. فذهب أبو الوليد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد، إن كان الذي جئت به تبتغي به مالاً جعلناك أغناناً، وإن كان الذي جئت به تبتغي به ملكاً ملكناك علينا. ثم أخذ يساومه ويداريه، وتركه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتم كلامه، ثم قال له: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: اسمع مني إذن. قال: تحدث يا محمد. فتلا عليه النبي صلى الله عليه وسلم آيات من القرآن الكريم حتى بلغ إلى السجدة فسجد. الاسم مصطفى دربان، رئيس جمعية التوافق للتنمية الإجماعية بحضرم الجوج. نظمت هذه المسابقة اللي هي مسابقة تجويد وتحفيظ القرآن الكريم لفائدة أطفال الحي، تشجيعا لهم في الاستمرار في الحفظ وتجويد القرآن الكريم، حيث أنه عرفت هذه المسابقة يعني خلال شهر رمضان مجموعة من الإقصائيات تأهل فيها أو تم تتويج 12 طفلا خلال يعني وزعوا على ثلاث فئات، على اربع فئات، كل فئه تتوج فيها ثلاث اطفال. الفئه الاولى كان الاطفال الذين يحفظون خمسه احزاب فما فوق، ثم الفئه الثانيه ثلاث احزاب الى اربعه احزاب، ثم الفئه الثالثه ما بين حزبين الى ثلاث احزاب، والفئه الاخيره وهي فئه البراعم توجوا لنحفظنا حزب على الأقل في هذه المسابقة. ما كان تدخل جمعية التوافق إلا أنهم يعني ساهموا في إنجاز هذه المسابقة من أجل تحفيز الأطفال وتشجيعهم. أشكر بهذه المناسبة جميع من ساهم في إنجاح هذه المسابقة، سواء كان يعني من أعضاء جمعية التوافق أو أعضاء جمعية المحسنين أو كذلك السلطات المحلية أو رئيس المجلس البلدي أو مندوب شؤون الأوقاف والشؤون الإسلامية وكذلك رئيس المجلس العلمي. وحتى لا أنسى أحدا، أشكر الجميع سواء ما تدخل بقريب أو بعيد، كل باسمه وكل من موقعه. والسلام عليكم ورحمة الله. ويدعو الإنسان بالشر دعاء السلام عليكم، معكم الحميد الويراني، عضو في جامعة تينزكان. اليوم 30 أبريل 2022 بقاعة الأمل بحي طرست، حضرنا رفقة جمعية التوافق اللي مشكورين على هذا المجهود ديالهم اللي داروا اليوم بواحد الحفل اللي هو صراحة تفرح أنه تتلقى الدراري اللي باقيين صغار وحافظين حملة لكتاب الله. هاد الحفل اللي شاركوا فيه مجموعة تاع الأطفال في منطقة تاع طرست، تنحيي جمعية التوافق على هاد الحفل اللي صراحة حفلتي خلى عطى واحد الأهمية لتجويد القرآن والاحتفال الديني في المنطقة تاع طرست. اليوم شنا مجموعة تاع الشباب ومجموعة تاع العائلات اللي هما تيشجعوا وتيبادروا باش يحفظوا أولادهم الكتاب القرآن الكريم، وهذا الشيء تيفرح وحنا جد مسرورين. وحنا راه الإشارة تاع أي مبادرة من هذا النوع كمجلس في الجامعة إنزكان، وتنحيي مجددا كافة المتدخلين اللي ساهموا في نجاح هذا النشاط. وتبارك الله عليكم. لازلنا على مائدة القرآن ونستمع الآن إلى تلاوة عطرة. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. السلام عليكم، معكم نور الدين الوهراني، أحد الساكنة ديال حي الرمل وقدماء
من المؤسسين تاع جمعية التوافق. اليوم احنا جد مسرورين بتواجد ديالنا رفقة جميع اعضاء جمعية التوافق اللي حيات هذا النشاط هذا اللي هو صراحة متعارف عليه في كل في ختام تاع الشهر الكريم شهر رمضان شهر المغفرة اللي ارتأت جمعية التوافق انها تنظم واحد المسابقة ديال التجويد اللي صراحة كانت في المستوى وحنا جد فخورين بحال هاد التدورات هادو وكنحييو جميع المتدخلين والصاهرين على هاد النشاط هذا اللي لقى استحسان عند ساكنة الرمل وكنشكروا جميع الإخوان اللي كان لهم الفضل في إنجاح هاد النشاط لا من قريب ولا من بعيد لا المجلس البلدي وكذلك جمعية التوافق. ومن يشكو فإنما يشكو لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لبنيه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. السلام عليكم، اسمي معاد ننو، أدرس بالمستوى الأولى إعدادي وقد شاركت في مسابقة تجويد القرآن الكريم وحفظه وقد اكتسبت تجربة عظيمة. وأريد أن أشكر أبي وأمي الذين حفزاني وشجعاني وكذلك سردوان المدن.